والقمرايا والخيمة اتنصبت والقمرايا في الليل ضحكت وشمسايا معانا مسكت جوا الكامب كلام وحديث جوا الكامب كلام وحديث وفي وقت قد قطعت حبت ولبعنا بنا بنانيكس وفي وقت قد قطعت حبت ولبعنا بنا بنانيكس اللعبة يا بحب تلعبة والتحكاية من قلب تلعب هنوضب الخيام من جوه وانا وفادي وتوني هنوضب الخيام من بره وانا هملى الزير ايه ده وانا احرس الخيام هحرسها من ايه ده دورك في العمل يا قطط ايوه بس احنا في النهار هحرسها ليه بقى من غير ما تقول ليه كل واحد يقوم بشغله يا عدد يلا بينا خلاص خلاص هحرسها احرسها وخلاص خلاص هحرسها احرسها وخلاص بس انا محتاج سلاح اجيب سلاح منين ايوه هي الشومه دي نمسك الخشبه دي بقى ونحرس بيها ها مين هناك اثبت محلك حد 2 3 4 حد 2 3 4 حد 2 أنا ممكن أنام شوية وهو النهار له عينين وأكيد مفيش حد هيجي يسرق يا بنات في ايه مش لاقي قميصي الاصفر طب دورتي عليه كويس ايوه بدور عليه مش لاقياه خلاص يا جماعه خلاص انا لقيت القميص كان في كلب صغير بيلعب بيه بره ده الظاهر انه دخل الخيمه واحنا مش هنا الله ده اتقد كان بيحرس الخيمه يبقى الكلب دخل ازاي بس عارف يا قطعت وانت نايم حصل ايه؟ في كلب يعني؟ دخل الخيمة واخد منها هدوم معقولة؟ وهو في حد يا قطعت ينام وهو بيحافظ على المكان بصراحة يا قطعت انت اهملت في عملك وعشان كده انت عليك الحراسة الليلية النهاردة كمان ايه ده؟ هنام في اليوم مرتين؟ يعني يا قطعت لازم نحافظ على حاجتنا زي الخيمة والعربية والشنطة تقصدوا أملاككم؟ يعني لبسي وفلوسي طب هما دول بس الحاجات اللي لازم نحافظ عليها؟ لا 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 في كمان وبس خلاص ما في
يا كوكي فيه زي افكارنا واجسادنا. اجسادنا؟ طب ازاي؟ ايوه فعلا ازاي؟ يعني ايه الكلام ده يا طنط دينا؟ حد فيكم عارف احنا ممكن نحافظ على اجسادنا ازاي؟ ايوه يعني ناكل كويس وكمان ناخد بالنا من نفسينا واحنا بنلعب ما نتعورش او ننكسر. بس كده؟ وكمان لما اعيا اخد دواء علشان اخف بسرعه. وكمان يا قطقط في حاجه اهم من كل الكلام اللي انتوا قلتوه ده، اننا نحافظ على اجسادنا انها ما تعملش خطيه. زي ايه كده مثلا يعني؟ زي مثلا عينيا اللي هي جزء من جسدي، المفروض اني ما ابصش بيها على حد بطريقه شريره. ازاي ما ابصش بعيني على حد بطريقه شريره؟ ازاي يعني يا قطقط؟ مثلا لو شفت حد لابس لبس حلو خالص وانت تمنيت ان اللبس ده ما يبقاش عنده ويبقى عندك انت. بيحصل مش كده؟ كتير كده. انت تبقى حسدت كده، انت تبقى بصيت بصه شريره تغضب الله منك. حد يا اولاد يعرف يقول لي ايه كمان؟ ما خليش ايدي تاخد حاجه مش بتاعتي. وعقلي، ما خليش عقلي يفكر في حاجه تزعل ربنا مني. برافو عليكم يا اولاد. من النهاردة تقدروا تناموا وانتوا مرتاحين، قطقط هيحرسكم. بس مش عارف ليه النوم خابس عليا. شفتوا بقى يا اولاد واحنا بنبني الخيمه الحبال كانت مهمه ازاي؟ لازم الحبال تبقى متينه والعقده تبقى سليمه. بس انا شايف ان مش كل الحبال شكل بعض. ما انا جايب لكم انواع مختلفه من الحبال. ايه ده انواع مختلفه ايه؟ ما هي كلها حبال، مش كلها بنربط بيها. لا طبعا يا قطقط، لان شكل الحبل ده مختلف عن الحبل ده ومختلف عن الحبل ده. طب وهي الحبال بتتصنع من ايه؟ زمان الحبال كانت بتتصنع من الياف النباتات ومن شعر الحيوانات،
بعد كده ابتدوا يصنعوا الحبال من الياف النخيل زي كده او من الكتان زي كده. ودلوقتي الموضوع اتطور وابتدوا يعملوا الحبال من الياف صناعية زي كده او من مشتقات البترول زي النايلون والبلاستيك، وكمان بقوا يعملوا حبال معدنية من المعدن يعني. طب وايه الفرق بين الحبال الصناعية والحبال الطبيعية؟ الحبال الطبيعية بتكون قوية لانها مصنوعة من مواد طبيعية ما بتتأثرش بالحرارة او الشمس، لكن مشكلتها انها اطوالها بتبقى اطوال محدودة. الحبال الصناعية ممكن تتعمل من اطوال مختلفة لانها بتتصنع من مواد صناعية مختلفة. إيه طيب في انواع تانية من الحبال، او بمعنى اخر في انواع تانية من الحبال؟ ايوه انواع الحبال كتيرة قوي على حسب المواد المصنوعة منها الحبال. انتوا عارفين يا اولاد الكتاب المقدس بيحكي لنا عن الحبال، لما يسوع دخل الهيكل صنع صوت من الحبال كرباج يعني، ودخل عشان يطرد البياعين اللي كانوا في الهيكل. ليه يسوع صنع الصوت؟ كان هيضرب بيه؟ لا يا قطقط، يسوع عمل الصوت عشان يطرد البياعين ويطرد الغنم والبقر من الهيكل. ايوه فعلا يا انكل فريد، حضرتك عندك حق. انا فاكره الايه اللي قالها يسوع في لوقا اصحاح 19 عدد 46. ايوه كانت بتقول قائلا لهم مكتوب ان بيتي بيت الصلاه وانتم جعلتموه مغاره لصوص. طيب ليه يسوع عمل كده؟ يسوع عمل كده عشان عايز بيت الصلاه ومكان الصلاه يكون للصلاه، والهيكل هو مكان الصلاه، وما كانش عايز ان الهيكل يكون فيه بياعين وبقر وغنم. اهلا بيكم يا اشبال ويا زهرات في محاضرة جديدة من محاضرات الكشافة اللي بنتعلمها في معسكرنا هنا. أهلا بيك يا كابتن باسم. النهاردة بقى احنا هنتعلم عقدة كشفية. العقد الكشفية دي طرق معينة بنربط بيها الحبل، وكل عقدة ليها استخدام غير التاني. العقدة اللي هنتعلمها النهاردة اسمها العقدة المربعة. اسمها العقدة الايه؟ العقدة المربعة. لا مش سامع، انتوا نمتوا ولا؟ اسمها العقدة الايه؟ المربعة. برافو عليكم، اسمها العقدة المربعة. العقدة دي بستعملها في ايه؟ لما يكون عندي حبلين وعايز اوصلهم ببعض عشان يبقى عندي حبل واحد طويل. طيب هعملها ازاي؟ مين يديني حبل؟ وسيم تديني حبلك؟ شكرا. ادي عندي حبل وحبل. اللي لازم نعرفه عن العقدة دي ان العقدة دي بسيطة جدا ومكلكعة جدا. ازاي الكلام ده؟ غريبة مش كده؟ غريبة ها؟ العقدة دي تبقى بسيطة جدا لو احنا اخدنا بالنا من التفاصيل واحنا بننفذها، وتبقى مكلكعة جدا لو احنا سرحنا ولا مركزناش احنا حطينا اني ايد ولا استعملنا ايه. تمام؟ تمام. طيب بتتعمل ازاي؟ في حبل في ايدي اليمين وحبل في ايدي الشمال، بحط الشمال على اليمين ماشي، والف لف واحط اليمين على الشمال والف لف. ازاي اعرف ان العقدة المربعة بتاعتي دي صح؟ ان انا اعمل كده اهو، شايفين بتدخل وتطلع ازاي؟ شايفين بتدخل وتطلع ازاي؟ يبقى انا عرفت ان العقدة بتاعتي دي طلعت صح. انما بقى لو انا مش مركز ورحت حطيت الشمال على اليمين ولفيت وحطيت تاني الشمال على اليمين، هتطلع لي بتاعة كده عجيبة بنسميها البولكيعة. ايوة البولكيعة. اللي الكشاف اللي بيعمل بولكيعة بتبقى بايظة منه، فالكشاف الشاطر هو اللي بيعمل العقدة صح بان هو يركز في التفاصيل بتاعة العقدة. تمام؟ اجرب مرة كمان، هحط الشمال على اليمين والف لف واروح حاطط اليمين على الشمال والف لف، بقى عندي عقدة ايه؟ مربعة. عقدة مربعة. برافو عليكم. العقدة المربعة دي زي ما قلنا بسيطة جدا لو اخدت بالي من ايه؟ ازاي بعملها يعني؟ اخدت بالي من ايه؟ ازاي بعملها؟ برافو عليك، اخدت بالي من ايه؟ ازاي بعملها؟ اخدت بالي من التفاصيل. برافو عليكم. والكتاب المقدس بيقول لنا ان احنا لازم نخلي بالنا من التفاصيل، لان بيقول ان ممكن يكون في كرم كبير قوي او بستان كبير قوي، وعشان في خرم صغير كده في السور بتاعه
تروح الثعالب الصغيره تدخل وتاكل من الكرم دوت. فلازم اخلي بالي حتى من الحاجات الصغيره اللي بان ان هي ما بتعملش مشاكل. وفي سفر الامثال بيقول لنا الثعالب الصغار المفسده للكروم. تمام؟ تمام. جاهزين؟ جاهزين. احسن 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 كشافه. برافو عليكم. ايه البقعه يا ميرنا؟ ايه ده؟ ايه صحيح البقعه الكبيره دي؟ انا ازاي ما خدتش بالي منها؟ ايه ده؟ هو انت مش عارفه دي من ايه يا ميرنا؟ لا مش عارفه يا قطه. دي الالوان اللي كنت بتلوني بيها وقعت عليكي واحنا بنلعب. معقول يا قطه؟ طب وما قلتلهاش ليه؟ واقول لها ليه؟ ده القميص بتاعها مش بتاعي، وبعدين كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. يا قطه تقول لها عشان تخلي بالها وهي شايله الالوان ما تقعش عليها. اصل انا ما اهتمتش بالموضوع، لو كان بتاعي كنت اهتميت. ده كلام، مش احنا لسه النهارده كنا بنتكلم عن الاهتمام؟ بس اللي انا فهمته يعني ان احنا نهتم بنفسنا مش بالقميص بتاع ميرنا. يا قطعه نهتم بنفسنا وباللي حوالينا كمان. يعني نهتم باللي حوالينا زي ما بنهتم بنفسنا؟ مظبوط يا اندرو. انا عايز احكي لكم حكايه عن الموضوع ده، حكايه عن ضفدعه. الضفدعه دي كانت عايشه في مكانها. انتوا عارفين الضفادع بتعيش فين؟ ايوه انا عارفه، بتعيش في الميه او بتعيش في الاماكن الوحله اللي هي بيبقى فيها الميه على الطينه. مظبوط يا كوكي. الضفدعه دي بقى كانت ضفدعه كبيره وكانت متضايقه جدا. شافتها ضفدعه تاني صغيره قالت لها مالك انت متضايقه ليه؟ قالت لها بصراحه انا متضايقه عشان الخناقه اللي بين الطورين اللي هناك دول. خناقه بين طورين؟ طيب والضفدعه مالها؟ ده كان رد الضفدعة الصغيرة. الضفدعة الصغيرة قالت ايه؟ قالت لها احنا مالنا، دول طورين كبار بيضربوا في بعض، احنا ضفادع عايشين في حالنا مالناش دعوة بيهم. طيب ما عندها حق. لا ما عندهاش حق، لان الطورين بعد كده قعدوا يتخانقوا مع بعض. طور كبير منهم خد ضربة وقع في المية، موت ميات من الضفادع. يا خبر. فعلا الضفدعة الصغيرة قالت في وقتها كان لازم نهتم اكتر من كده. الموضوع ده بيفكرني بآية قالها الرسول بولس في رسالته لأهل روميا، قال لهم مهتمين بعضكم لبعضا اهتماما واحدا. يعني عايز ان هم يهتموا ببعض، مش بس عشان خايفين لحاجة تحصل زي ما حصل في قصة الضفدعة، لكن نهتم عشان بنحب بعض زي ما ربنا حبنا. فهمت، يعني ده معناه ان الرسول بولس بيطلب منهم ان هما يكونوا متحدين. وغير كده كمان الرسول بولس بيطلب منهم انهم يكونوا متحدين. مظبوط يا كوكي مظبوط. ايه ده وما فيش مظبوط يا قطقط؟ ما انا قلت نفس الجمله. مظبوط يا قطقط. ايوه كده. النهاردة يا أولاد محضر لكم مجموعة من الأسئلة، هنسأل كل فريق ونشوف مين الفريق الكسبان. ايه طيب والخسران عيقبوا ايه؟ الخسران هيحضر العشاء للفريق التاني. يا نهار حلو العقاب ده على كل فريق. يلا نبتدي فريق كوكي. جاهزين؟ جاهزين. يلا كوكي غششيهم. حاضر. في شخصية في الكتاب المقدس بيتقال عنه انه رسول الأمم. مين هو؟ رسول الأمم. توني بس اللي عارف من فريقك يا كوكي. اما انا بقى هما هيعرفوا دلوقتي. ثواني مونيكا، تعرفي انت يا كوكي تجاوبي؟
لا ما اعرفش، بس شايفه مونيكا رافعه اصبعها. يلا كوكي اختارت مونيكا، قولي يا مونيكا. قولي يا توني. بولس الرسول. برافو عليكم. برافو يا توني. برافو. السؤال للفريق بتاع قطقط، مين هو النبي اللي اسمه النبي الهارب؟ النبي الهارب. ايوه عارف يا قطقط؟ عارف؟ لا طبعا. اتفضلي يا يوستين. يونان. يونان. برافو. أيوة عليكم. أيوة مظبوط. أيوة. يبقى النتيجه 1-1. هنشوف. طيب هقول لكم دلوقتي على اسم طائر، وقولوا لي الطائر ده اتذكر امتى في الكتاب المقدس. الديك. سهله بقى. ها مين عارف؟ يلا يا كارول. اما بطرس انكر يسوع. برافو عليك يا كارول. يلا فريق كوكي النهارده جامد جدا. 2-1. ايوه طبعا. جهزوا نفسيكم. في حيوان اتذكر في الكتاب المقدس اللي هو الجحش، عايزين نعرف اتذكر فين؟ الجحش. ايوه الجحش. اللي هو الحمار الصغير. ايوه يعني احنا عارفين بس. ايوه ها حد عارف الاجابه غير وسيم؟ قولي يا وسيم. يسوع هو داخل اورشليم واستقبلوه بالزعف، كان راكب على الجحش. برافو. أيوة عليك. الجحش. يبقى كده النتيجه تعادل 2-2، وهنحضر العشاء مع بعض. كانت مختلفة، فكان السيارفة دول بيغيروا عملتهم للعملة الأصلية للبلد. ده أكيد السيارفة دول كانوا بيكسبوا كتير. السيارفة السيارفة، أنا نفسي أطلع سيارفة. هي كلية السيارفة بتاخد كام في المية؟ أصحابي وصلنا دلوقتي لأهم وقت بالنسبة لي أنا شخصياً في كل حلقة. بعد ما جو المعسكر كده بيهدى شوية، بجيب اللابتوب اللي أنا مسجلة عليه كل الإيميلز والجوابات اللي أنتوا بعتوها لنا في الفترة اللي فاتت علشان نقراها مع بعض.
علشان نقول اسماء كل اصحابنا اللي اهتموا انهم يبعتوا للبرنامج. النهارده عندنا ايميل من يارا وايمن من مصر، هما بيقولوا انهم بيحبوا البرنامج وبيتابعونا باستمرار. بعتين بقى ايات كتير قوي، منها مش هقدر اقولها كلها، لكن قالين احفظ وصاياي فتحيا. بيجاوب على سؤال كيف تختار الصديق، بيقولوا واضح ان ايمن بيقول كده، بيقول انه يكون مهذب وبيروح الكنيسه باستمرار وبيطيع ابوه وامه وبيستشيرهم في كل تصرفاته. المواصفات اللي انتوا قلتوها يارا او ايمن مواصفات هايله جدا لاختيار الصديق. انا كده مطمنه عليكم قوي قوي ومطمنه على كل اصحابكم. مارينا عندها 10 سنين من مصر، بتقول انها بتحب كوكي وقطقط قوي، هي واختها الصغيره اللي عندها 7 سنين. بتزعل قوي لما البرنامج بيخلص وبتتمنى انه يزيد فتره عرض البرنامج لانه برنامج رائع. بشكرك قوي قوي يا مارينا على محبتك للبرنامج. وعلى فكره لما بتزعلي ان البرنامج بيخلص بسرعه ده معناه ان البرنامج مش ممل، ودي احسن حاجه انت قلتيها لنا النهارده، لكن صعب قوي بقى اطول من كده لانه كوكي وقطقط ممكن يتعبوا مننا، وكمان هنبقى مملين شويه لو طولنا عن الوقت اللي احنا بنعرض فيه. لكن بنوعدكم اصحابنا لو قدرنا نطول الوقت او لو قدرنا نحط الفقرات اللي انتم بتطلبوها مننا هنعمل كده اكيد في الفترات اللي جايه. أصحابي لحد هنا هما دول إيميلز اللي معايا النهاردة، لكن عايزة أقول لكم على حاجة. في ناس كتير بعتت وما قدرناش نقول الإيميل بتاعهم بسبب غلطة بسيطة قوي كتير مننا بيقع فيها، أنه بنكتب الاسم ومنكتبش مثلا دينا إيه مارينا إيه، لكن فضلكم نكتب اسم بابا واسم جده، كمان نكتب العنوان بالكامل لأنه أوقات كتير بنبقى عايزين إحنا كمان نبعت لكم حاجات، نبعت لكم هدية من البرنامج أو نرسلكم على عنوانكم على الإيميل ممكن، أو لو بتبعتوا لنا جوابات عادية اكتبوا العنوان كامل من فضلكم. كفاية كده إيميلات النهاردة ونكمل إيميلاتنا الأسبوع اللي جاي. ما ينفعش النهاردة نمشي من قبل ما نقول سؤال الحلقة. سؤال حلقة النهاردة لأننا في أول المعسكر، يعني دي تاني حلقة بس من المعسكر، مش هنصعب عليكم الأسئلة. سؤال حلقة النهاردة سهل قوي، ابعتوا لي بس ايه يا واحدة من الآيات اللي قلناها في حلقة النهاردة. احنا قلنا آيات كتير واتكلمنا في موضوعات مهمة جدا النهاردة، لكن من فضلكم اي واحدة افتكرتوها سمعتوها اتقالت في حلقة النهاردة وحفظتوها بسرعة ابعتوها لنا يلا دلوقتي ايميل او بريد عادي، كل العناوين بتاعتنا موجودة على الشاشة على مدار الحلقة. اتشجعوا وبعتولنا لان كل اللي بيبعت للبرنامج بتوصله هدية من البرنامج، وكمان بيتقال اسمه في الحلقات اللي جاية من كوكي وقتها. طب نصفر تاني. يا كوكي يا كوكا. ايه براحة، انت على طول عامل دوشة كده. ايه ده الحقي يا كوكي. ايه البلوزة بتاعتك مش نضيفة. فين دي؟ اذا كان نضيفة وحلوة هي. كنت بهزر معاكي. يا سلام. تعالي يا كوكي عايزة اقولك حاجة. ايه صدقي يا كوكي، انا اتعلمت النهارده اني اهتم بكل حاجه حواليا. ايوه فعلا، انا كمان اتعلمت زيك كده، وتعلمت كمان اني استفاد من كل حاجه واهتم بالصح علشان اقدر اعمله. ايوه يا كوكي، ولما الاقي حد حوالينا بيعمل غلط او في اي غلط، يعني حتى لو ما كانش يخصنا، لازم نهتم انه يكون صح. بالظبط كده يا قطقط، زي يسوع لما كان في الهيكل ولقى الناس بتبيع وتشتري في الهيكل، كان مهتم قوي ان المكان يكون مكان صلاة. والاهم يا كوكي اننا نهتم بكل حاجة احنا بنعملها، يعني عينينا بتبص صح ولا لا، بنفكر صح ولا لا، بنروح اماكن صح ولا لا، يعني ما نعملش الغلط ابدا 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 ولا نزعل مننا ربنا. برافو يا
أتقد، برافو. تعالى بقى قبل ما ننام النهاردة نصلي ونشكر ربنا إنه بيهتم بينا وبأصحابنا، ونصلي كمان لكل الأطفال اللي مش لاقيين حد يهتم بيهم علشان ربنا يبعت لهم المعونة من عنده ويحافظ عليهم. وكمان نصلي ربنا عشان يبعت لهم المعونة من عنده ويحافظ عليهم يا ربي. بس من غير مضايقة، انت جاهزة؟ جاهزة. واحد، اتنين، تلاتة، باي باي. كوكي وقطط. ولا احنا نقدر نعيش. طيب وهنلعب امتى؟ لا تتعاون مع المنافق في شهادة زور. انت كده فهمتيني صح. باي باي.